فعن أنس رضي الله عنه قال: خرجنا إلى المدينة قادمين من خيبر، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يجلس عند بعيره، يضع ركبته وتضع صفية رجلها على ركبتيه حتى تركب البعير. لم تكن حياة المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم المليئة بانشغال الدعوة والتربية وبناء الأمة والغزوات لتلهيه عن حبه لأهل بيته، فقد شكل بعلاقته مع زوجاته منهجا أخلاقيا وأساسا في كيفية بناء الحياة الاجتماعية وتنظيم العلاقات الإنسانية من خلال البدء في اللبنة الأولى في البيت. إذ سئلت السيدة عائشة عن ما كان يفعله النبي في بيته فقالت: أنا بمهنة أهله. كان صلى الله عليه وسلم يثمو بلغة الرحمة مع أهله التي جمع فيها بين الحب والعطف والتسامح والود. كانت رضي الله عنها تقول: ما ضرب رسول الله امرأة له قط، حتى في أحنك المواقف والظروف لا يغفل عن أن يكون إنسانا. فعن أنس رضي الله عنه قال: خرجنا إلى المدينة قادمين من خيبر، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يجلس عند بعيره، يضع ركبته وتضع صفية رجلها على ركبتيه حتى تركب البعير. لم يخجل الحبيب من أن يرى جنوده هذا المشهد يظهر الحب والمودة لزوجته السيدة صفية. كان لا ينسحب عند الحزن، بل يتحمل غضبهن وغيرتهن ويقابلهما بالإحسان. استضاف مرة بعض أصحابه في بيت السيدة عائشة، فأبطأت عليه بإعداد الطعام، فأرسلت السيدة أم سلمة طعاما. فلما دخلت عائشة لتضع الطعام الذي أعدته فوجدتهم يأكلون، فغارت وغضبت وأحضرت حجرا ناعما صلبا، ففلقت به الصحفة التي أرسلتها أم سلمة، فجامع النبي صلى الله عليه وسلم بين الصفحتين وقال لأصحابه: كلوا غارت أمكم، وهو يضحك. ثم أخذ رسول الله صحفة عائشة بعث بها إلى أم سلمة، وأعطى صحفة أم سلمة المكسورة إلى عائشة. كانت حياته ذاخرة بأمثلة من الرحمة بين أهله ومحبيه. في الحب دوما قاتل وقتيل، وإثنان فيه مكرمون وذليلون، سل أهل عشق في الغرام تبحر. يخبرك عنهم قيس وجميل، لكن إذا كان الحبيب محمدا فكلاكما في الحالتين جليل. والسلام.